بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية جميعا. اليوم مثل ما انتم شايفين احنا بدينا في تشابتر اللي هو Knowledge Discovery Systems. حكينا انه هاي السيستم جدا مهمة في عملية السكرايب، كيف ممكن نعمل احنا create او discover knowledge، وهاي knowledge how can be beneficial للorganization، كيف ممكن تكون مهمة للorganization، مفيدة. وعملية الديسكفري كيف تكون مرتبطة بنوع النولج، سواء كانت تاسيت نولج أو إكسبليسيت نولج. وحكينا برضو عن أهمية الـ ID، تمام، هاي النولج ديسكفري سيستم. الإشي الأساسي في هاي السيستمز هو استخدام الداتا مايننج تكنيكس أو الداتا مايننج سيستمز، اللي هي بتساعد الorganization إنه how to make يعني best benefit of their data أو information مشان يطلعوا منها بnew business knowledge. حكينا برضو إنه لما نحكي عن tacit knowledge بنحكي عن socialization، وكيف ممكن هاي socialization ممكن نستخدمها to discover new knowledge، سواء كانت بين السينيورز أو الناس اللي يعني بين الموظفين الأكثر خبرة والأقل خبرة، بين الباحثين بشكل أو بآخر. الداتا مايننج يعني هو يعني تكنيك أو أبروتش ممكن نستخدمه بحيث إنه يساعدنا إنه to create أو to come up with the new business knowledge باستخدام الداتا أو الإكزيستينج داتا. عملية الداتا مايننج مرتبطة بفهمنا لهاي الداتا، وقديش ممكن عندنا القدرة أن نحلل هاي الداتا بطريقة ممكن ترجع علينا بنولج تكون مفيدة إن في التنافسية، في صنع القرارات، في الامبروفمنت، كواليتي انهانسمنت اند سو اون. تمام، وين الابلكيشنز اللي موجود عندي فيها الداتا مايننج؟ وكثير من القطاعات بيعتمدوا عليه. عندنا بالماركتينج كثير الداتا مايننج وظفوه في عملية اللي هي البريدكتيف، اللي هي عملية توقعات أو تحليل الكرنت سيتويشن والتوقع للحالات أو الأوضاع اللي ممكن تكون مستقبلية المناسبة، يعني في جزء الماركتينج بشكل عام والماركتينج سيجمنتيشن وتوقع أنا فهمي تحليلي للسوق أو للماركت اللي أنا فيه. ولما نحكي إحنا ماركت نحكي عن تحليل الكاستمرز، نحكي عن تحليل البيهيفير الكاستمر، نحكي عن تحليل الكومبيتيتورز مين هم المنافسين، نحكي عن تحليل الريجوليشن الجوفرمنت ريجوليشن الاكونوميك سيتويشن بشكل عام. فلما نحكي إحنا عن الماركتينج أو نحكي عن الماركت سيجمنتيشن ندرس كل البيئة المحيطة بالماركتينج، كل البيئة المحيطة بالأورجانيزيشن تبعتنا، وكيف ممكن نحلل كل الداتا أو الانبوت اللي بتجينا من هاي البيئة بحيث أنه تساعدنا أنه اتخاذ قرارات أفضل. يعني نعطيكم مثال، مثلا الكورونا فيروس وكيف أثر على الماركت. يعني في بداية الكورونا كيف في بعض الشركات على طول عملت تحليل لوضع السوق، تحليل للمتغيرات، درست الأشياء اللي صار في دول بالعالم غير الأردن، شافوا شو الترند اللي صاير، حاولوا يستغلوا الأشياء هاي لمصلحتهم. فبالتالي مثل ما الفيروس كان هو عبارة عن يعني أثره كثير سلبي على كثير من القطاعات التجارية، بس في قطاعات تجارية كان هو أثرها كثير إيجابي، وبالعكس هم ازدهروا وزاد البزنس تبعهم وأرباحهم صارت بالمليارات. على سبيل المثال مثلا أمازون من أكثر الناس اللي كان مستفيد، أو من الأشياء من أكثر المواقع اللي استفادت كبزنس من الفيروس ومن وجود الفيروس ومن كيف درسوا البيهيفير، درسوا توقعات العوامل الخارجية اللي راح تأثر على الماركت، وبناء عليه حللوا هاي الداتا، طلعوا انه والله نتيجة لوجود الفيروس راح يصير زيادة طلب على بعض الأشياء، راح نحاول نعزز الاي ليرنينج او سوري الاي بزنس بشكل او باخر. فهم كانوا الناس المستفيدين. على المستوى المحلي كثير من الشركات برضو استفادت بوجود الفيروس، الشركات اللي بتشتغل بمواد التنظيف، المواد بالمعدات الطبية، كل. فبالتالي قدرتك انت، بنحكي احنا بوضع استثنائي، يعني بنحكي احنا بالفيروس هو وضع استثنائي اي نو، وممكن مش كل الناس، بس قدرتك انك انت تفهم الماركت وتحلل الداتا الانبوت اللي بيجيك من الـ من الـ من الـ من الديفرنت سورسز اللي هي محيطه بالماركت تبعك،
هذا الإشي بيساعدك إنك دائما to take a competitive advantage، يعني يكون عندك فكرة استباقية، يكون عندك قدرة تنافسية مختلفة عن الناس. المطاعم على المستوى المحلي أو المحلات اللي مباشرة تحولت عملوا البزنس تبعهم لديليفري وعملوا الأشياء، هم الناس اللي استفادوا، أو على الأقل مش الناس اللي استفادوا بس قدروا يستمروا بالبزنس تبعهم. مواقع محلات ثانية أو بزنس ثاني ما قدر يتحول، تأخر، ما عنده الريسورسز المناسبة، فبالتالي البزنس تبعه تأثر بشكل سلبي لحد حتى منهم لحد الإغلاق. فالقطاعات اللي بناء عليها داتا مايننج، كثير في أبليكيشنز للداتا مايننج مهمة وبتساعد، من جزء منها اللي هي البريدكتيف ماركتينج أو البريدكتيف تكنيكس بتدعم اللي عندنا برضو موضوع السيلز فوركاستنج اللي هي التنبؤ بالمبيعات والتوقعات للمبيعات. تعالوا انتم مثلا الشركات اللي تنتج برودكتس بشكل او باخر، عندهم دائما خطه سنويه، عندهم خطه لكل 5 سنين، عندهم توقعات، بيقدروا يحللوا السوق لوين متوقع. يعني تعال انت مثلا شركات اللي بتصنع منتجات، بغض النظر عن شو نوع المنتجات، بيكون عندهم القدرة دائما يعرفوا قديش القدرة التصنيعية تبعتهم لازم تكون، وقديش بدها تزيد، قديش نسبة الزيادة. فبالتالي ما بصير عندنا مشكلة بالماركت، يعني ما بصير عندنا والله نقص ببضاعة معينة أو عدد من أو هذا المنتج مش موجود أو غير متوافر. فالقدرة أنك أنت تظلك دائما موفر البرودكت اللي بنسميها جزء من السبلاي تشين، اللي هي منظومة إدارة الموارد بشكل أو بآخر. أنا عندي شركة أو عندي مصنع، بدي انا اوفر البرودكتس تبعتي دائما للكاستمر، بس بدي يكون عندي بالانس. كيف يعني بالانس؟ يعني ما بدي بنهايه السنه يكون عندي اوفر ستوك، اجي على المستودعات تبعتي اللي هي مليانه بضاعه وانا مش قادر ابيعها، وبنفس الوقت ما بدي بنهايه السنه يكون عندي اوت اوف ستوك، يكون عندي البرودكت مش موجوده وناقصه، او الكاستمرز بيدوروا عليها مش ملاقينها. هذا شيء سلبي. هلا انت ممكن تكون ايجابي انه والله انت بعت كل الاشياء اللي صنعتها، هذا إشي إيجابي. بس السلبي وين؟ إنه في بعض كاستمرز بدهم من البرودكت بس مش قادرين يحصلوها، هذا الإشي وين بيخليهم يروح يدوروا على منتجات بديلة، بالتالي أنت خسرت بوتنشال كاستمر. عفواً. لذلك موضوع السيلز فوركاستينج للتجارة أو هذا جزء منه، الداتا مايننج بيلعب كثير في دور، أو الأبليكيشن للداتا مايننج بيساعدك اللي هي إيش، تحلل أو تعرف والله أنت قديش العدد أو كم الكمية المناسبة إلى خلال هاي السنة لازم تتجه، شو القدرة الإنتاجية تبعتك لازم يكون، هل في لازم أنا أزيد القدرة الإنتاجية تبعتي ولا البرودكت تبعي ما راح يزيد الطلب عليه. وهذا مشكلة برضه، يعني إذا البرودكت تبعك ظل ستيبل، والله أنت بالسنة بتصنع 100,000 منتج، والسنة اللي بعدها 100,000 منتج، والسنة اللي بعدها أنت أوكي ستيبل أوكي، بس هذا برضو مشكلة. يعني الداتا مايننج راح يقول لك انه يعطيك بريدكشن او يعطيك تحليل، يقول لك معناته انت صح انت محافظ على 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 نسبة مبيعات معينة، بس هذا الاشي معناته انت ما بتتطور. احنا دائما بعلم الماركتينج او بعلم البيزنس بشكل عام، احنا ما بيهمنا، يعني بيهمنا الستيبل صح، نكون احنا مستقرين على نمط معين، بس بيهمنا اكثر كمان نظل دائما في زيادة في تطور. فانا بيهمني والله السنة هاي بعت 100,000، السنة بعدها بيع 200,000، ما بيهمني مينيمم ابيع 100,000 صح، هذا شيء كويس انه انا اكون مستقر انه ينو. بس شو ببيع زياده عن 100,000؟ هذا بدل انه الناس انه انا قدرت اجذب كاستمرز اكثر، قدرت اني اطور من امور البزنس تبعي وكل هاي الاشياء، كل هاي اللي هي الماركتنج فيلد، خلينا نحكي الماركتنج اناليسز، كله بيفيدك كثير الداتا مايننج تكنيكس. يعني الداتا مايننج بيلعب كثير دور مهم، لانه باخذ الداتا من ديفرنت سورسز بعمل اناليسز عليها، بيساعدك انك تطلع بنيو نولج، بناء على هاي الاناليسز تطلع بفاكس، تطلع ببريدكشن، بتوقعات ممكن تساعدك انك تكون في النيو نولج، تساعدك في الشغل. البانكينج برضه من الناس اللي كثير بيستخدموا الداتا مايننج تكنيكس، اللي هو قطاع البنوك. قطاع البنوك زي ما انتم عارفين عندهم يعني في بزنس دائما داير، اللي هو القروض اللي بيعطوها للناس، الاوضاع الكاش فلو، الاوضاع الماليه، الجزء الاستثماري بالبنك. هلا في كثير من البنوك هي بنوك استثماريه، بمعنى هو بيشارك باستثمارات معينه براس مال معين، وبده يعرف
شو الموضوع التريدينج التجاري الفاينانشال فوركاستنج التوقعات المستقبليه الموضوع اللي له علاقه بالبرايسز الموضوع اللي له علاقه بالستوك كل هاي الاشياء ممكن انا تساعدني فيها الداتا مايننج تكنيكس. لاحظوا انه بنحكي عن فوركاستنج بريدكشن كلها توقعات صح اكسبكتيشن ايش المتوقع ايش بعده حاليا فوركاستنج زي الويذر يعني. لذلك الداتا مايننج هو جدا مهم لانه بيعطينا فكره شو ممكن يصير عندي بالمستقبل يعني بيعطينا فكره انا خطه المستقبل دي كيف ممكن ابنيها كيف ممكن انا اعملها ستراكشر او بطريقه او باخرى. موضوع الانشورنس او التامين ممكن انت من خلال الداتا مايننج تكنيكس تعمل كلاسيفيكيشن او سيجمنتيشن لليوزرز او للكاستمرز بحيث انه يعني هذا الكلاسترينج او بنسميه اللي هو الموضوع التصنيف للكاستمرز اوكي بيساعدك انك تحاول تبني جودز انشورنس بلان لكل لك انت تحمي حالك بشكل او باخر. فاحنا في قطاع الانشورنس بشكل او باخر بيهمنا دائما نكون عارفين مين هم الكاستمرز تبعونا شو البوتنشال تبعهم بنعملهم كلاسيفيكيشن بناء على قدراتهم بناء على الريسك من الانشورن تبعهم شو البريدكشن لا والله الموضوع المطالبات. تعالوا شركات التامين دائما في عندها قواعد معينه في الانشورنس في عندها قوانين البوليسز هاي القواعد او البوليسز بيكونوا حاطينها ما بتكونش مبنيه اعتباطا بيكونوا عاملين اناليسز شوفوا والله انا باخذ تامين مثلا على السياره ما يقارب ال100 دينار مثلا المية دينار هذول هل راح يكون هو الانفستمنت مفيد بالنسبة لي ولا لا؟ ولا بالمية دينار أنا مثلاً نسبة الكاستمرز راح أدفع كثير وراح يصير عندهم مشاكل راح يصير عندهم سيء حوادث فبالتالي أنا أضطر أصلح أعمل تعويضات بطلع بنهاية السنة ولا أنا خسران تمام؟ فهاي الأناليسز اللي بناء عليها أنا بشوف والله الكليمز المطالبات اللي راح تيجيني توقع المطالبات اللي راح تيجيني خلال السنة كم التعويضات اللي أنا بدي أدفعها بكم الاشتراكات اللي أنا بدي أحصله بعمل اللي هي بدي أشوف أنا كم بربح بالموضوع بالآخر أنا شركة بدي أربح. فالDM techniques أو الداتا مايننج techniques بتساعدك إنك تحلل هاي الانفورميشن أو تحلل هاي الداتا بطريقة very smart تطلع ببريدكشن وتقول أنا والله الاشتراك هاي السنة بدي أزيده أزيد قيمة الاشتراك ليش إنه أنت بناء على دراساتك السابقة توقعك المستقبلي اكتشفت إنه إذا ظل الاشتراك بالوضع الحالي حجم الحوادث زاد وكذا وبالتالي انت راح تخسر وبالتالي انت بدك تزيد عددك او بدي اقل الاشتراك عشان انا ازيد نوعية التنافسية. يعني كل هاي الاشياء بيساعدنا فيها الداتا مايننج الموضوع البريدكتيف تكنيك للتيلي كوميونيكيشنز استخدام الارتفيشال نيورال نتوركس برضو بالتيلي كوميونيكيشنز بحيث انه نحاول نحافظ او نعمل لوك ان للكاستمر تبعوني في قطاع الاتصالات خلينا نحكي انه كيف انت ممكن تشوف الاشياء اللي ممكن ترضي الكاستمرز شو التكنيكس اللي او التوجهات تبع الكاستمر فهمك اكثر الكاستمرز بيساعدك انك تعرف وين الاشياء اللي انت ممكن تضيفها او تعدل عليها بحيث انه تدمج او يعني تطلع كسبان الكاستمرز او يعني ما تفقدهم للكومبيتيتورز او لاحد المنافسين لك. هذا البريدكشن او الاشياء اللي بناء عليها كله من استخدام داتا مايننج تكنيكس. نفس الشيء بالنسبه للاوبريشن مانجمنت هاي القطاعات بشكل او باخر اللي هي الماركتينج الدايركت ماركتينج بشكل او باخر الماركتينج باسكت اناليسيس برضو هذا الشيء مهم بانكينج الانشورنس هاي كلها قطاعات او ابلكيشنز الداتا مايننج من سنين صار له بيلعب دور مهم فيها يعني مش من اليوم مش من الان موضوع الداتا مايننج بيعمل سبورت لهاي القطاعات. لو نيجي نبني الداتا مايننج بشكل عام او باخر how we can design اللي هو knowledge discovery system اللي هو implicitly بيكون موجود عندي الداتا مايننج تكنيك موجود فيه. بنلاحظ هاي الخطوات بتعمل لك او بتلخص لك اللي هي how we can اللي هي عندي how we can build a knowledge discovery system كيف ممكن نبني هذا السيستم تمام مثل اي سيستم راح ناخذ بعين الاعتبار
كل الريكويرمنت او كل الكراتيريا لازم تكون موجوده حيث نضمن الفعاليه او نجاح لهذا السيستم. طيب لو نيجي على البيزنس اندرستاندينج، شو يعني بيزنس اندرستاندينج؟ مين ساعدني شوي يعطيني فرصتنا يعني شو يعني بيزنس اندرستاندينج؟ يعني دكتور إنه نفهم الأهداف للمشروع معين. نفهم الأهداف الجولز. أوكي، مهم جدا نفهم الأهداف لهذا المشروع. دينا تفضلي. دينا رافع يدك ولا بالخلاط؟ دينا رافع يدها مبين عندها. anyway هلا عشان انا اقدر اعمل سيستم بشكل عام، بدناش نحكي بس عن ديسكورس، عشان نعمل اي سيستم لو انتم طلاب اي تي وناركم روح اعملوا ابنه سيستم لاي شركه، اول شغله بتروح تسالني ولا الشركه بشو بتشتغل؟ شو الشغل تبعها؟ بقول لك والله شركه مثلا شركة توريدات تجارية. بقول شو يعني توريدات تجارية؟ يعني بقول لك شركة استيراد وتصدير. بقول طب يعني ممكن تشرح لي أكثر شو يعني استيراد، شو بيستورد وشو بيصادر وشو كذا. فهذا فهمك للبزنس بشكل عام بيساعدك إنك تفهم إيش، تفهم البيئة اللي أنت راح تبني فيها السيستم، بالتالي تقدر تفهم أنت هذا السيستم لأنه لازم بشكل أو بآخر ينسجم مع تطلعاتهم، صح ولا لا؟ يعني هذا السيستم الأصل فيه إنه ينسجم مع البيزنس جولز، أهدافهم. هم ليش بدهم السيستم؟ تساعدهم إنهم يحققوا أهداف معينة. فمشان هيك أنا لازم أفهم شو يعني إيش البيزنس الأنوي. فبالتالي بقول لك to obtain the highest benefit of from data mining there must be a clear statement of the business objective. معنى إنه عشان أنا الداتا مايننج يكون الامبلمنتيشن تبعها افكتيف وبنفيشال، يعني يكون مفيد وفعال وفعلا يعطي النتائج الايجابيه اللي هم بتوقعوها، لازم هذا الداتا مايننج تبني بناء على فهمنا لاهدافهم ولخططهم الاستراتيجيه في لهي الشركه او لهذا الاورجنايزيشن. فلذلك ما بقدر انا ابني داتا او نولج ديسكفري سيستم واحكي والله انا مش مهم افهم النظام خلاص بعملهم بالسيستم اللي انا شايفه مناسب. لا، فبالتالي جزء اساسي منهم انه من بنائنا للسيستم انه نكون فاهمين هذا السيستم لمين موجه. لما نحكي بزنس اندرستاندينج لازم نكون فاهمين شو هو البزنس، شو اهدافهم اللي موجوده هذا البزنس، شو خطتهم، شو متوقعينهم من النظام، شو المشاكل اللي بيواجهوها برضه، شو الايشوز او البروبلمز اللي هم عندهم اياها موجوده مثلا ممكن هذا السيستم يساعدهم يحلها. طيب شو الاشي التوقعات المستقبليه، هم بدهم ينافسوا، بدهم يطوروا من ادائهم، بدهم يحسنوا من الكواليتي، شو الاشي اللي هم التارجت تبعه. يعني لما نحكي مثلا انه فور اكزامبل يعني من البزنس والله حاطين عندهم اوبجكتيف او هدف رئيسي انه والله تو انكريز الريسبونس ريت مثلا للدايركت او الميل ماركتنج، الدايركت ماركتنج. يعني عندهم مثلا جزء من الاهداف تبعتهم انهم يزيدوا من نسبه الاستجابه للماركتنج اللي بتتم عن طريق الميل او طريق البريد. يعني انت مثلا كيف الماركتنج عن طريق البريد، انه هذا كان بس يعني مثلا لما تيجي انت تروح على كل شقه او كل بيت او كل تروح تعطيهم بروشور او تعطيهم اي شيء له علاقه بالبزنس تبعك، تمام، وتكون مثلا هاي اللي بوجعوها كثير مرات يجوا على البيوت وكذا، بيقول لك والله انه حامل هذا الاعلان او هاي الكذا له خصم، تمام، وستيل انت كشركه بتعمل هذا الماركتينج وستيل انت ما بيجيك يعني نتيجه ايجابيه، ما بيجيك ريسبونس، ما بيجيك حد، ما كثير من الناس بيستجيبوا لهذا الموضوع. اوكي، فانت واحده من اهدافك انه بدك تزيد الانكريز اللي هي الريسبونس ريت. فهنا معناته لما انا بكون حاط هذا الهدف معناته الداتا مايننج تكنيك او النولج ديسكفري، تمام، لازم يكون مركز انه شو الادوات او شو التولز المناسبه او شو الداتا اللي انا بدي اياها عشان تساعدني اني اعرف كيف ممكن ازيد من نسبه استجابه الناس عن طريق هذا الدايركت ماركتنج او باستخدام الماركتنج باستخدام السوشيال ميديا مثلا. كنا نعرف مثلا
السوشيال ميديا، الفيسبوك، انستغرام، تويتر، كل هاي البلاتفورمز، كيف انا ممكن استغلها ازيد نسبه التفاعل عليها بحيث انه تنعكس بشكل ايجابي على الماركتينج مثلا. فانا الهدف عندي انا اشوف كيف ممكن ازيد هاي التفاعل عليها باستخدام السوشيال ميديا. وبالتالي انت بتروح تصمم النظام، تشتغل بالنظام، بس بده يكون بالباك جراوند تبعك انه انا بالنهايه هذا الاوبجكتيف لازم يتحقق. اذا عملت النظام والاوبجكتيف ما تحقق، نظامك فاشل لو انه كان بيعمل شو ما يعمل. لانه انا بالاخر انت عامل النظام مش لهدفك الشخصي، انت اللي بتعمل ديفلوبمنت للنظام، مش عامله لارضائك انت شخصيا، انا عامله الي، عامله عشان احقق اهدافي انا كاورجنايزيشن. فاذا ما حققت اهدافي معناته نظامك ما له اي فايده بالنسبه لي، تمام؟ فبذلك لازم انا اكون فاهم البزنس، لازم اكون فاهم شو الجولز، شو الاهداف تبعته، شو المتوقع منهم، شو بتوقعوا مني لما اروح انا بدي اعمل لهم سيستم، فلما انت شو بتوقعين السيستم يعملكم، شو المشاكل بدكم اياها نحلها. يعني هذا جزء في يعني في السوفت وير انجينيرنج، جزء جدا مهم في عمليه اللي هي جزء منه اللي بنسميه الجاذرنج للريكويرمنت او الكولكتنج للريكويرمنت، البزنس او الريكويرمنت اناليسيس، تحليل لهي المتطلبات عشان تفهم انت تحقق لهم او تعمل لهم نظام بيستجيب لهم، بيستجيب لتوقعاتهم. وصلت؟ طيب انت فهمت البزنس، تمام، فهمت الجولز او الاهداف الرئيسيه لهذا النظام، فهمت شو هذا النظام بده يحقق. بتروح على هون، يجي على الداتا اندرستاندينج. شو يعني داتا اندرستاندينج؟ دكتور يعني يكون عندك فهم للبيانات. حلو، شو يعني فهم للبيانات؟ طب ليش أنا بدي أفهم البيانات؟ طب أي داتا بنحكي عنها؟ عشان توصلكم الصورة، أنا بالبزنس أندرستاندينج فهمت إن فهمت البزنس، صح ولا لا؟ فهمت الشركة، فهمت أهدافهم، فهمت البروبلمز اللي بواجهوها، فهمت الإشيوز، وفهمت كل الأشياء التفاصيل هاي. جزء من الداتا أو النولج ديسكفري سيستم تكون في عندي داتا بيز، أو اللي بنسميها الداتا وير هاوس أو النولج بيز بشكل أو بآخر، تمام؟ هاي الداتا بيز أو منين تكون، منين مصدر الداتا تبعها بده يكون، أنا منين بدي أبنيها؟ من الداتا اللي أوريدي موجودة في الشركة. هيستوريكال داتا ده. سوري. بحكي دكتور من هيستوريكال داتا المدينة يعني. موجودة عندي بالهيستوريكال داتا، موجودة عندي بالداتا بيز الموجودة، موجودة عندي في أي داتا وير هاوس، في عندهم داتا بيز، داتا بيز، أي مسمى. طيب هاي الداتا الموجودة أنا بدي أبني عليها. يعني أنت لما تحكي داتا مايننج أو داتا نولج ديسكفري، أنا بدي أبني على إشي أوريدي موجود، أنا ما بدي أبني إشي من الصفر. بالتالي الاكزيستينج عندي بلاتفورم او فاونديشن اللي هي الداتابيز، بسميها اللي بتسميه داتا وير هاوسينج، داتا بيز، سميها نولج بيز، اي شيء اللي موجود عندهم، الاكزيستينج داتا اللي موجود عندهم. فانا من مهمتي او الاشياء المهم لازم اعملها اني افهم هاي الداتا، افهم الاستراكشر الخاص بهاي الداتا، افهم كيف هاي الداتا مبنيه، شو الريليشن تبعها، شو العلاقات اللي ما بين هاي الداتا. ليش؟ لأنه فهمي لكل ما فهمت هاي الداتا، بقدر أنا أطور من التكنيكس أو التولز اللي بدي أستخدمها بحيث أني أستخرج داتا إضافية من هاي الداتا. لما نحكي إحنا عن داتا مايننج، لما حكينا التنقيب عن الداتا، فأنا بدي أعمل تنقيب أو داتا مايننج من existing داتا، وبالتالي لازم أكون فاهمها. مش منطقي بصراحة أروح أعمل algorithm مشان تطلع لي داتا أو تعمل predict لداتا معينة أو تبني relationship جديدة بين الداتا الموجودة وأنا مش فاهم الداتا الموجودة شو هي، عن شو بتحكي، شو كيف شكلها. فبالتالي كل ما عرفت أنت الداتا، كل ما أعطاك فرصة أو قدرة أنك تقدر تصمم الخوارزمية أو الأدوات المناسبة اللي بناء عليها رح تطلع بالنيو داتا، صح، لحل مشكلة معينة. نحكي احنا specific problem اللي هي ايش، على سبيل المثال احنا قلنا بدنا نزيد response rate لعملية الماركتينج over the social media. فبالتالي بدك تروح تدور بالداتا كلها، تشوف شو الداتا اللي ممكن تكون مفيدة لك بحيث انها تساعد تعطي solution لهي البروبلم. بالتالي انا لما نحكي احنا خوارزمية او algorithm، نحكي انه نبني relation بين هاي الداتا، نطلع بالنيو داتا من الداتا الاوريدي اكزيستد عندي.
هذا هي فكرة الداتا مايننج. فأنت ما بتبدأ من السكراش، أنت عندك already قاعدة أساسية اللي هي الداتا الموجودة بالشركة، بس لازم نفهمها، لازم نشوف ندرس العلاقات اللي ما بينها، ونحاول نصمم خوارزمية ونصمم أدوات تساعدنا أني أطلع أستنتج أو أعمل بريدكت للداتا جديدة من هاي الداتا اللي موجودة عندي لحل مشكلة معين. هذا جزء منه اللي هو بكون عندي الداتا بريبريشن. يعني هون احنا ايش الداتا اللي انا بدي اياها السيليكشن، صح؟ ايش الداتا اللي انا بالنسبه لي هي راح تكون مهمه بحل البروبلم اللي انا حددتها. فهي الان السيليكشن هذا برضه بيكون بناء على معايير، مش 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 يعني هيك عشوائي. انا بدي اختار الداتا بناء على ايش اخترتها، شو الجستيفيكيشن اللي انا اخترت هاي الداتا، تمام؟ شو الاشياء المتغيره؟ اوكي، يعني جزء من فهمي للداتا بدي اكون انا فاهم الكوليكشن، كيف انا بدي اجمع هاي الداتا. اوكي، شو التول انا لما احكي انا عن داتا اندرستاندينج، جزء منها لازم اعمل اشوف انا محدد كيف ممكن اعمل كوليكت لهاي الداتا، كيف ممكن شو الوصف المناسب لكل هاي الداتا اللي بنسميه داتا ديسكريبشن للداتا اللي موجوده عندي. بعدين نوعيه الداتا اللي موجوده عندي، يعني جزء من الداتا اندرستاندينج نفهم انه هالداتا شو الكواليتي تبعها، شو مدى صلاحيتها، شو مدى دقتها، صح ولا لا، عشان نقدر استخدمها او لا. بعدين الداتا اللي موجوده عندي هاي كيف ممكن انا يعني استخدم ادوات للتحليل اللي هي التحليل الاساسي، خلينا نحكي نحلل بالداتا بطريقه بس عشان اقدر افهمها اوضح علاقات ما بينها. هذا كله من ضمن الداتا اندرستاندينج. يعني نحكي الداتا اندرستاندينج، نحكي عن الداتا ديسكريبشن، وصفنا لهي الداتا شو هي الداتا، هاو الداتا تو بي كولكتد، هاو شو الديسكريبشن المناسب لها، كيف نجمع هاي الداتا، شو الديسكريبشن المناسب لهي الداتا، شو جوده الداتا الموجوده عندي الكواليتي او صلاحيتها للاستخدام، اي اناليسز موجوده عندي اللي بنسميها الاكسبلوراتي اناليسز، الاناليسز اللي هي الاستكشافيه او الستريت فورورد لهي الداتا باستخدام اي ادوات من ادوات التولز اللي بستخدمها. انت هنا عملت صار عندك فهم كامل للداتا، بناء على ذلك انت بتحدد اللي هي ايش عمليه البريبريشن. بالبريبريشن زي ما حكينا البريبريشن تحضير هاي الداتا، بدنا نبدا اول شيء بالسلكت للداتا. السلكشن بيعتمد كثير على يعني وبيعتمد على كثير معايير، بناء على هاي المعايير احنا بنقدر نتصرف. داتا سلكشن يعني احنا نحكي عن ايش الداتا اللي راح تستخدمها وايش الداتا اللي ما راح تستخدمها، وبالتالي هذا جدا مهم. لو انت كان عندك القدره انك تفصل او تحدد فعلا الداتا اللي راح تكون مفيده لك من الداتا اللي مش راح تكون مفيده، هذا شيء بيعطيك فرصه كبيره في انك تحقق نجاحك في ايش اخي بحل البروبلم اللي موجوده. بس اذا عندك مشكله في عمليه الداتا سيليكشن، داتا مهمه ما اخذتها بعين الاعتبار، داتا مش مهمه اخذتها بعين الاعتبار وغلبتك، هذا ايش راح اثر على ادائك في عمليه اللي هي النارد ديسكفري. فبالتالي يعني في كثير تفاصيل له علاقه بكراتيريا مرتبطه بالداتا سيليكشن، وهذا جزء مهم جدا برجعنا نحكي موضوع البيزنس اندرستاندينج. الداتا اندرستاندينج جدا مهم في عمليه الداتا مايننج يعني سيستمز. لذلك انه اذا كنت فاهم النظام، سوري، كل ما كنت فاهم البيزنس، كل ما كنت فاهم الداتا، كل ما كان عندك القدره انك تعمل سلكت للداتا فعلا بالطريقه الصحيحه. فلذلك هو از ماست، يعني فهمك للبيزنس، فهمك للداتا هو جدا مهم، لانه هو بيساعدك انك تحدد، تساعدك في عمليه الداتا سلكشن. الجزء الثاني موضوع الكونستراكشن لهي الداتا او الترانسفورميشن. يعني بعض الاناليسز اللي انت ممكن تعملها لما نحكي عن داتا اللي هي الفاريبل كونستراكشن، بعض الداتا اللي انت ممكن تعملها اللي ممكن تعملها الترانسفورميشن او تعملها كونستراكشن، ممكن تتطلب منك معايير مختلفه شوي. موضوع الانتجريشن برضه والكذا، يعني لما احكي لكم مثلا انت عندك داتا موجوده بالماركتنج اناليسز مثلا، او خلينا نحكي بالباسكت اناليسز، يعني تحليل سله المشتريات لاي كاستمر. هذا الداتا
ممكن تكون شوي متشعبة، يعني اللي سلة المشتريات للكاستمر، لأنه مش متكون مرتبطة مثلا ببرودكت معين أو نوع من أنواع البرودكت. ممكن تكون عملية الارتباط البرودكت مع بعضها متنوع أو مش كتير مرتبط مع بعض. فهاي الداتا بدها ألغوريثم أو طريقة معينة أو خوارزمي معين تقدر تتعامل مع نوعية الداتا اللي موجودة فيها. يعني نحكي على سبيل المثال اللي هي الباسكت أناليسز أو الماركت باسكت أناليسز، لأنه هاي الداتا أنا ممكن مشان أقدر أصمم الخوارزمية تبعتها بدي داتا to be transferred أو transformed من شكل لآخر، أوكي؟ أو مرتبطة مثلاً بعدة categories، فبالتالي أنا هاي الداتا لازم أشتغل عليها. اليوم نحكي إحنا عن الconstruction والtransformation of data، بعدين هاي الداتا should be integrated. لما نحكي إحنا عن integration، لأنه نحكي إحنا عن databases صح ولا لا، فأنت keep in your mind إنه existing data اللي موجود عندك ممكن ما تكونش integrated، يعني يكون عندك data موجودة بعدة databases بس هاي الداتا بيز مش integrated. يعني على سبيل المثال ممكن يكون عندك شركة فيها مثلاً داتابيز للماركتينج، وفيها داتابيز للهيومن ريسورس، فيها داتابيز بس ما يكونوا فولي انتجريتد، ما يكون في بيناتهم انسجام وتكامل بشكل أو بآخر، وهذا التكامل أو الانسجام بيأثر سلباً على إدارتهم لهاي الداتا. فهون بيجي الداتا مايننج يحل لي موضوع الانتجريشن، موضوع إنه والله الداتا مش منسجمة مع بعض، ما فيش تواصل بيناتهم. راح نحاول لاقي طريقة كون إحنا نتعامل مع ملتيبل داتابيزز، فبالتالي تجميع الداتابيز لازم يكون بطريقه اللي يعني بطريقه تحاول تحل كل مشاكل الانتجريشن. بالتالي انا بعمل داتا مايننج بستنتج الداتا بغض النظر عن السورسز تبعتها، بغض النظر حتى لو كانت هاي الداتا داتابيز مش منسجمه مع بعض، ما فيش انتجريشن بيناتهم. في الداتا مايننج تكنيك احنا لازم تكون هاي الداتا ايش منسجمه او انتجريتد بشكل او باخر. يعني أعطيكم مثال مثلاً على موضوع الداتا انتجريشن، إنه مرات في بعض الشركات بيكون عندهم داتا بيزز مثلاً لكاستمر، بس بيكون موجود عندي أكثر من داتا بيز لنفس الكاستمر والداتا فيه مختلفة. يعني مثلاً أنت كاستمر اشتريت شغلة أونلاين، بيكون عندك داتا بيز لها علاقة مثلاً باسمك وطبيعة المشترى، الإشي اللي اشتريته ووقت الشراء وتاريخ الشراء، فبتلاقي أنت إلك ككاستمر موجود الداتا تبعتك بأكثر من فورم، بأكثر من صيغة، بأكثر من داتابيز بنفس لنفس الشركة. هذا إشي خطأ. أنا مفروض ككاستمر يكون اسمي موجود بداتابيز واحدة بكل التفاصيل أنا ممكن بحاجتها على مستوى الشركة أو الشركة المعلومات اللي بدهم إياها مني. فهاي إكزامبل على موضوع الداتا انتجريشن اللي لازم تكون موجود. بعدين بيجي عندنا اللي هي الفورماتينج، اللي هي دائما مشان تقدر أنت تعمل يعني ال 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 داتا مايننج بشكل صحيح لازم الفورمات كله يكون منسجم. وبالتالي انت هون مضطر تعمل فورمات او ري فورمات، يعني عادة شكل الداتا الموجودة عندي، التايب لهي الداتا، الستركتشر المبنية في الداتا، كل لازم يكون موحد بطريقة او باخرى. فهذا الاشي جزء اساسي من عملية الداتا بريبريشن. تمام، فاحنا بنيجي على بزنس اندرستاندينج، داتا اندرستاندينج، داتا بريبريشن. اوكي، هون بنقدر احنا نعمل اللي هو الموديل بيلدينج او الفاليديشن لهذا الموديل، اللي هو بناء على اللي بنسميه الترايل اند ايرور بروسيس، اللي هي التجربه والخطا، يعني نجرب ونشوف انه في خطا او لا. هاي البروسيس يعني غالبا تحتاج اكسبيرتس في هذا المجال بحيث انهم يعني يشوفوا شو الاوبشن اللي بنيه. هلا انا ما راح اتوقف هون شوي، يعني ما راح اكمل لكم بالخطوات لنهايتها، يعني المحاضرة القادمة نريد نرجع نشرح الخطوات بشكل موسع ونشوف شو الجايد لاين اللي ممكن نستخدمها في عملية الداتا مايننج وكيف نبني الداتا مايننج في الآخر. هلا يعني الفكرة بس بدنا نوز ديسكفري مشان ما تكون بس احنا ما بنطلع كثير على تكنيكال، احنا ندرس بشكل العام نفهم الأشياء الأساسية بشكل أو بآخر. هنا طبعا ديجرام بورجيكم البروسيس الميثودولوجي الخاصة لكل ستيج وايش راح نعمل بكل ستيج. اوكي، هنا بنشرح يعني في بعض الاشياء اوريدي احنا يعني شرحتها في البيزنس اندرستاندينج، ولا كل الخطوات اللي احنا راح نكون بحاجتها
اللي كنت احكي فيه قبل شوي، data collection, data description, data quality and verification, exploratory analysis. هاي بالنسبة للداتا understanding. data preparation حكينا عن selection, variables اللي هي transformation والconstruction, data integration والformatting. فرح نستكمل إن شاء الله بالمحاضرة القادمة ما تبقى من هذا الشابتر. حدا عنده أي سؤال أي استفسار؟ دكتور أنا بدي أحكي معك بموضوع لو سمحت بس تخلص الطلاب. ماشي محمد تفضل. حدا عنده أي سؤال تاني غير محمد؟ تمام. إلا ما في عنده سؤال أو ما في عنده أي استفسار بدي أغادر المحاضرة. يعطيكم ألف عافية. شكرا.